وليد عنده القدرة مش بس إنه يتذكر الأماكن بأدق تفاصيلها، أنت بتحكي عن أحداث وعن هاي من قبل 40 سنة، وإنما بتذكر كمان جغرافيا المناطق، الكرة المهجرة وجغرافيا النكبة، وبوصفها بأدق التفاصيل. وعنده رسالة كتير مهمة طبعا بسر السيف، إنه إحنا الكواشين وإحنا نسل الذاكرة، ونسل الذاكرة لن ينسى. أن يخاطب يعني أسير عمره 27 أو 37 عام في السجون فتيان، يعني هذا أعتقد مهمة شبه مستحيلة وتحدي كبير بالنسبة للأسير ولوليد، لأنه هذا الجيل يعني لغته مختلفة، جو مختلف، هو تقريبا يعني ولد ربما والديه وهو في السجن، لذلك يعني هو أخذ على نفسه يعني مهمة صعبة جدا ومع ذلك نجح. ولقد فهمت من الأصدقاء أن ميلاد ستكون معنا في هذا اللقاء. انظروا إلى عيني هذه الطفلة وسترون أن المحكمة الإسرائيلية كانت على حق في خوفها.